فعندي سؤال ملح ومحيرني كتير، أكتر ما محيرني إنه كيف ما يحطوه للفسقة بحبت من لبسة. ولكن إحنا عنا قيادي حكيمي وكيلين هوا، ولك الشعوب التانية اللي زي ما عندي القيادي حكيمي، لك شو صاير فين يا ربي دخيلك؟ يلا تنقرقيع. مثل ما بتعرفوا انه بشهر شباط المتفضى زيادي او العشق طري بيحتفلوا بعيد قرشو اسمه عيد الحب، وبما انه هالمناسبة للانصاف موجودة وموجودة، ليش تما نحكي عن حب ولكم اي حب؟ حب حقيقي، الحب المتبادل بين الشعب والسيد الرئيس صاحب الموقف المبدئ تجاه مواطنينه. السيد رئيس بشار اسم تحديد لا يوافق هذا، مواطن عربي سوري لا يوافق، عفوا مواطن سوري لا يوافق على قتله من قبل دولة كانت مجاورة أو غريبة. ولك قرش يا طبيعي، ولك ليش السيد الرئيس مقصر مع الشعب؟ ليش الغريب يقتله؟ لك شو ما تسوي هالبريمي والكيماوي، ولك حتى رجارات الصرف الصحي وانعدام أسباب الحياة، ولك بكل شيء الزلمي مينه ما يقصير. ولك ساعة اللي عجز فيها جب روسيا وإيران والميليشيات بإشرافها، وبهيك صاروا من أهل البيت، يعني من الغرب ومن الحب ما قتل، والقاتل عقد المحبي. يا أخي بشو بدي يوصفه لعصر السيد الرئيس المحب؟ السيد الرئيس الذي وعد ووفى. الحقيقة شعور، يعني أنا كإنسان كمواطن سوري بسيط أنا ما بقدر أتحمل عبء من كتر ما أنه أكبر مني، هذا الشعور أكبر مني بكتير. نعيش في عصر القائد بشار الأسد، فهي نعمة من عليها علينا رب العالمين. في عطر اليوم جديد حلو، هذا العطر رش كلام السيد الرئيس. السيد الرئيس في كلمته اليوم الرشيقة المكثفة الجميلة الحقيقة، هذا العطر اللي ملأنا ملأ 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 مشاعرنا وأفاقنا، هو الإطلال الجميل للسيد الرئيس بشار الأسد الذي أعطانا مزيد ومزيد من الأمل، أدخل الفرحة والبسمة والسعادة إلى قلوب السوريين جميعا. هذا العطر رشوا على كل من ضحى، الرسائل اللي وجهها كانت كثيرة، كل كلمة كانت عطر مختلف، عطر للسيادة، عطر للاستقلال، عطر للتحرير. أولا نحن أنه فعلا أبناء هاي المحافظة، وثانيا نعيش في عصر القائد بشار الأسد، فهي نعمة من عليها علينا رب العالمين فيها. عصر نعمة يعفو الله. وابو حلاب حظ اعجزت الاعلام السوري من بعدك، والعمى لو كنت معاصر ابو العلاء المعري حظي ما كان الف معجز احمد بحق المتنبي، كان الف فيك كتاب معجز ابعرف شو اسمك، وعسيرة ابو العلاء المعري حظي له بيت شعر معبر جدا، خفف الوطأ ما اظن اديم الارض الا من هذه الاجساد. وختاما لنعم ما قاله القائد الوطن السيد الرئيس الفريق بشار الأسد في حديثه عن أرضنا الطاهرة وعراقتها، على القادمين إلى أرض الشام أن يخففوا الوطن فأديمها من أجساد شهداء خالدين ما زالت أرواحهم تحوم في سماء أمتنا قناديل تضيء الدروب نحو الإبداع والتقدم والكرامة. العمى كله صحيح، طلع أبو العلاء المعري ساقم السيد الرئيس، ولك وهنا ما قول كيف تب، ولك إذا لفه بعصر المعري لا براميل ولا كيما ولا أسلحة فتاكي. يا أخي حقيقة لو كان فيه إنصاب بالتاريخ السيد الرئيس لازم يكون بالمقام العالي مع ستالين مع هتلر مع هولاك ومع جنكيز خان. وبهالمناسبة بدي هديك يا سيادة الرئيس وردي، والله العظيم وهنا كنت بدي هديك دبدوب، بس ما شاء الله الدبدوب الروسي اللي موقف محيدينك أكبر من أكبر دبدوب موجود بالسوق. صحيح، صار لازم تعرفوا أنه لا الوردة ولا الدبدوب بقى بيمشي حالهم كهدايا بسوريا، لأنه صارت درجة هدايا تانية. هذا غير أنه لما سألنا شو بتكون هدية عيد الحب، شاورما أو وردة حمراء، الكل رد بصوت واحد شاورما. شاورما؟ أيوة، لك هل عرفت؟ هل عرفت لشو السيد الرئيس هو ومراته كل فترة بينزلوا بيأكلوا شاورما؟ لك يا عمي جماعة حبيبي ومحبتي، حظ انعكست على ربوع الوطن بالتقدم بالازدهار بالسعادة وتعزيز اللحم الوطني والمواطنين.
حظي أكيد ما يقول الحمد لله الذي لا يحمد عن مكروه سواه. Ha!